السلام عليكم ومرحبا بكم. الوصفة ديال اليوم هي عبارة على بريوش كيجي خفيف وقطني بالطعم ديال الليمون الحامض وبمكون سحري في متناول الجميع. فإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ويلا نبداو الوصفة ديالنا. بسم الله. فبالنسبة للطريقة ديال التحضير، في إناء غادي ندير ملعقة طعام من خميرة الخبز الفورية، بيضة متوسطة الحجم تكون بدرجة حرارة ديال المطبخ، 3 ملاعق طعام من السكر، 3 ملاعق طعام مملوءة من مبشور الليمون الحامض، ويمكن تعويضه بمبشور البرتقال. عندي كأس غير مملوء من خليط الزيت النباتية وزبدة مذابة ما يعادل 100 مليلتر، كيس من سكر بنكهة الفانيلا. غادي نخلط هاد العناصر كلها جيدا مع بعض. من بعد غادي نضيف الدقيق، درت 350 غرام ديال الدقيق ما يعادل 3.5 كيسان بقياس كاس ديال العنبة. نضيف كذلك ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى او البيكن باودر، واحد رشيشة ديال الملحة، وفي الاخير غادي نضيف بعض القطرات من الخل. صافي، غادي ندير هاد الاناء في العجانه. انا هنايا هاد لي بغيوش غادي نعجنهم في العجانه، طبعا ممكن كذلك تعجنهم بيديكم. فبالنسبه للمكون السحري كيف ما راني كاتبه في العنوان، وهو اللبن، او بالفرنسي لو بابور، او بالانجليزيه باتر ميلك. فما عرفتش باللغه العربيه شنو كيسميوه، لكن اللبن يعني حنا عندنا في المغرب ماشي هو الحليب اللي نتوما اللي يعني في الشرق الاوسط تيقولوا له اللبن. فاللبن كي قلت لكم بالفرنسيه لو بابور وبالانجليزيه باتر ميلك. فغادي نبقى كنضيف اللبن شويه بشويه. انا هنايا عبرت كنت دايره 300 مليلتر من اللبن، وطبعا اللبن اما نطفيوه شي شويه او يعني كنخليوه يكون بدرجه حراره ديال المطبخ. صافي، غادي نكتفي بهذا القدر من اضافه اللبن. صافي، هي كتجمع لي العجينه، كنخليها كتدلك مزيان واحد المده ديال 10 دقائق او حتى 15 دقيقه. وطبعا ممكن يعني حتى هاد لي بغيوش هادو تعجنوهم بيديكم، ماشي بالضروري بالعجانه الكهربائيه. صافي، وهكا في الاخير كنحصلوا على يعني هاد النتيجه هادي، تيكون بغيوش اللي شويه خفيف وكيتلصق باليد. فبالنسبه للكميه ديال اللبن خد ليا 150 مللتر، يعني النصف ديال الكاس ما يعادل كاس ديال العنبه، يعني 150 مللتر هو الكاس ديال العنبه. صافي، غادي نغطي البغيوش ديالي بالبلاستيك الغذائي ونغطيها بواحد المنديل ونخليها في واحد المكان اللي يكون دافئ حتى يعني كتخمر لينا ويتضاعف الحجم ديالها. صافي، هنايا من بعد ما يعني خمرت ليا العجينه ديال البغيوش، غادي نحتاج شويه ديال الزيت النباتيه ندهن بها يديا باش ما كتلصق ليش العجينه في يديا. نحيدها من الاناء، نديرها فوق سطح العمل، نحاول نخدمها غير شي شويه، نخرج من هذاك الهواء اللي تكون في الداخل ديالها. وغادي نقسمها، انا هنايا قسمتها ل 11 قطعه، طبعا ممكن تقسموها حتى ل 12 او 13 قطعه على حسب نتوما اللي بغيتو. صافي، غادي نبدا كنشكلهم الى كويرات على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نديرهم في واحد المول. انا هنايا هذا المول هذا فرشت له، يعني درت له ورق الفرن في القاعده ديالو وكذلك في الجوانب. وغادي نبدا كنرص او كنحط دوك الكويرات ديال البغيوش ديالنا في داخل المول. فبالنسبه للقطر ديال المول هو 26 سنتيم، ممكن ديروا حتى 28 سنتيم بالنسبه لهذه الكميه يعني ديال العجين اللي درت اللي حضرتها. صافي، هنايا غادي نغطي البغيوش بالبلاستيك الغذائي، نديرو في واحد المكان دافئ ونخليه حتى يعني كيخمر ويتضاعف الحجم ديالو. تقريبا خد مني واحد 30 حتى 45 دقيقه. فمن بعد ما خمر ليا داك البغيوش، بالنسبه للدهن عندي هنايا اصفر بيضه مع ملعقه طعام من الحليب وبعض القطرات من الخل. وبالنسبه للتزيين عندي القليل من السمسم او الزنجلان، ممكن تعوضوه برقائق اللوز او اللوز المجروش او الفول السوداني، او يعني تكتفيو يعني تدهنوه غير بالبيض بلا ما تزينوه حتى شي حاجه. صافي، غادي ندهن البغيوش ديالي من الفوق بداك الخليط ديال البيض والحليب. وبالنسبه للفران راني شعلته من قبل على درجه تكون 180 درجه.
خدا ليا المدة ديال الطهي ديال هاد البغيوش هذا، خدا لي تقريبا واحد بين 20 حتى 25 دقيقة. شعلت عليه النار غير من التحت حتى يعني شفتو بدا كيتحمر في الجوانب، وطبعا يعني تضاعف الحجم ديالو وتنفخ. ديك الساعة كنشعلو عليه من الفوق باش كيتحمر وياخد واحد اللون مذهب وجميل. صافي هنايا بعد ما دهنت البغيوش ديالي رشيت عليهم شوية ديال السمسم، وغادي ندخل الصينية ديال البغيوش ديالنا الفران، طبعا ضروري من المراقبة. وهذا تيكون هو الشكل النهائي ديال البغيوش ديالنا، تيجي رائع بزاف منسم بالطعم ديال الليمون الحامض. كي قلت لكم ممكن تعودوا مبشور الليمون الحامض بالبرتقال. فمن بعد ما خرجت البغيوش ديالي من الفران خليته كيبرد فوق واحد الشبيكه، ومن بعد دهنته من الفوق بمربى الليمون الحامض، او ممكن تدهنه بمربى المشمش او البرتقال او النباج، او بلا ما تدهنه بحتى شي حاجه. صافي يعني كيف شفتوا تيجي قطني وخفيف ورائع جدا الفطور في الصباح او الغدي، صدقوني غادي الا جربتوه غادي يعجبكم انا متاكده. فإلى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله ديالكم، وكذلك تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وما علي نقول لكم غير بالصحه والراحه، والسلام عليكم.